عجم الخيل على دولة اللي قدامهم ورموه برموح صوبوا فيه 7 أرماح جروح ورجع لرجعته شاف أبوه قال أبوي خالد كان حواليه في رجوعه قال أبوي يا عيسى قلت فترة حق أبوي ما شفناه ذبحوه عيسى بن علي وأبوي راحوا يبون المنامة وركب في القرفة في بيتهم اللي في المنامة هنا البيت دائرة النواطير الحين الأول البلدية هنا مكان بلدية المنامة الأولية هذه بيت الشيخ علي بن خليفة بيت الشيوخ يسمونه الأول لما ظهر من البحرين صارت وجهته قطر وراح عند ناصر بن يبر العيني وهكذا ظهر الشيخ عيسى ونزل في الزبارة مثل ما خبرتكم وتجمعت عليه الناس وكان يعد نفسه لأن يهجم على البحرين وما يستطيع أن جمع من قوة فكتبوا له رسالة الإنجليز وأعطوها شخص وصلها أنه يأتي البحرين وهو حاكم ففعلا استعدوا وياه الأتباع اللي معاه وياه في السفن وحولوا في البحرين ودخل البحرين في شعبان قبل رمضان ليل